بولينياك هو رئيس الوزراء الفرنسي في عهد شارل العاشر، كان له دور مهم في الغزو الفرنسي الذي تعرضت له الجزائر سنة 1830. دي بورمون كان جنرالا في جيش نابليون بونابرت، ثم عينه شارل العاشر وزيرا للحربية، قاد الحملة الفرنسية على الجزائر، ثم عزل فعوضه كلوزيل. شارل العاشر هو آخر ملوك آل بوربون، في عهده تم احتلال الجزائر سنة 1830. الداي حسين وآخر دايات الجزائر ولد بأزمير التركية، وقع معاهدة الاستسلام مع دي بورمون 1830، وكان ميالا للعمل العسكري، توفي سنة 1838. الأمير عبد القادر الجزائري هو قائد المقاومة في الغرب الجزائري من 1832 إلى 1847، ومؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، وقد كانت له عدة انتصارات على فرنسا، ووقع معها معاهدات كثيرة كمعاهدة دي ميشيل ومعاهدة التافنة. دي ميشيل هو جنرال فرنسي عقد معاهدة مع الأمير عبد القادر سنة 1834. بيجو مارشال فرنسي حكم الجزائر من 1840 إلى 1847، اشتهر بسياسة العنف والإبادة الجماعية. أحمد باي هو من الكراغلة، قاد المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي في الشرق الجزائري، توفي سنة 1851. حمدان بن خوجة هو من رواد المقاومة السلمية والفكرية للاحتلال الفرنسي. الأمير خالد هو حفيد الأمير عبد القادر، أسس حزب الإخاء 1919، دعا إلى المساواة في الحقوق بين الجزائريين والمعمرين، وتزعم الاتجاه الاستقلالي. مصالي الحاج هو زعيم الاتجاه الاستقلالي، مؤسس نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب، وكذلك حركة الانتصار للحريات الديمقراطية. تعرض للاعتقال عدة مرات من طرف فرنسا، ذلك أنه كان من المطالبين بالاستقلال، عارض تفجير الثورة عند بدايتها. محمد الأمين دباغين هو قيادي في حزب الشعب وحركة الانتصار، مثل الثورة في القاهرة، توفي سنة 2000 وثلاثة. فرحات عباس وقائد التيار الإدماجي، أسس الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، شارك في صياغة بيان فيفري 1943، التحق بالثورة سنة 1956، وهو أول رئيس للحكومة الجزائرية المؤقتة سنة 1958. ابن جلول هو طبيب ينتمي إلى جماعة النخبة، ومن دعاة التيار الإدماجي، ومن مؤسسي فيدرالية المنتخبين المسلمين الجزائريين مع فرحات عباس. ابن التهامي هو طبيب ينتمي لجماعة النخبة، طالب بالإدماج والمساواة في الحقوق والواجبات، وهو من دعاة التيار الإدماجي. عبد الحميد بن باديس ولد بقسنطينة، وأسس سنة 1931 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وهو رائد حركة الإصلاح، ومن المساهمين في محاربة السياسة الاستعمارية، وخاصة سياسة التنصير وسياسة الفرنسة. محمد البشير الإبراهيمي هو نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين، ثم ترأسها بعد وفاة عبد الحميد بن باديس. توفي البشير الإبراهيمي سنة 1965، وهو من دعاة الحركة الإصلاحية. محمد بلوزداد انخرط في صفوف حزب الشعب 1943، وهو قيادي في حركة الانتصار، وأول رئيس للمنظمة الخاصة فيفري 1947، توفي 1952. مصطفى بن بولعيد هو مناضل في حزب الشعب، وعضو في لجنة 22 ولجنة 6، وقائد الولاية الأولى الأوراس. ألقي عليه القبض وسجن بقسنطينة، ثم استشهد في 22 من مارس 1956. ديدوش مراد وعضو في حزب الشعب 1943، ساهم في تكوين المنظمة السرية الخاصة،
وعضو في لجنة 22 ولجنة 6 ومن مفجري الثورة، وعين قائدا للولاية الثانية. استشهد في جونفي 1955. زيغوت يوسف هو مناضل بحزب الشعب والمنظمة الخاصة واللجنة الثورية للوحدة والعمل، وقائد المنطقة العسكرية الثانية بعد استشهاد ديدوش مراد، وهو من مفجري الثورة، ونظم هجومات الشمال القسنطيني في 20 من أوت 1955. كريم بالقاسم هو مناضل بحزب الشعب وعضو في مجموعة الستة، وكان أحد مفجري الثورة التحريرية الكبرى، وقاد العمليات في منطقة القبائل 1955، وترأس الوفد الجزائري في مفاوضات إفيان الأولى والثانية. رابح بطاط ناضل في صفوف حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، ثم اللجنة الثورية للوحدة والعمل، وكان عضوا في مجموعة 22 ولجنة الستة، وقائدا للمنطقة الرابعة الجزائر. العربي بن مهيدي هو مناضل في حزب الشعب الجزائري وحركة الانتصار، ثم المنظمة الخاصة، وهو من أعضاء مجموعة 22، وكان قائدا للمنطقة الخامسة وهران. استشهد تحت تعذيب من طرف فرنسا في 3 من مارس 1957. عبد الرزاق بن حمودة أو ما يعرف بسي الحواس هو قائد الولاية السادسة التاريخية الصحراء. العقيد لطفي أو ما يسمى بعلي بودغن، وهو من مناضلي الثورة، تولى قيادة الولاية السادسة بعد سي الحواس. أحمد بن بلة هو أول رئيس للجزائر المستقلة، ومناضل في حزب الشعب وأحد مفجري الثورة التحريرية وعضو الوفد الخارجي، تم اعتقاله في عملية القرصنة الجوية على الطائرة 1956. محمد بوضياف انضم إلى صفوف في حزب الشعب، ثم عضوا في المنظمة السرية وعضوا في مجموعة 22. اعتقل في حادثة اختطاف الطائرة، وكان رئيسا للدولة الجزائرية 1992، تم اغتياله في جوان 1992. حسين أيت أحمد كان عضوا في حزب الشعب والمنظمة الخاصة، وهو أحد أعضاء مجموعة 22 وعضو في الوفد الخارجي، تم اعتقاله في حادثة اختطاف الطائرة. محمد خيضر كان عضوا في نجم شمال إفريقيا، ثم حزب الشعب الجزائري والمنظمة الخاصة، وكان عضوا كذلك في الوفد الخارجي الذي تعرض للاختطاف 1956. الأخضر بن طوبال هو مناضل في حزب الشعب والمنظمة الخاصة، شارك في اجتماع 22، توفي سنة 2010. عبان رمضان هو عضو في المنظمة الخاصة، كان له دور مهم في إعداد ميثاق الصومام في 20 من أوت 1956. هواري بومدين أو ما يسمى محمد إبراهيم بوخروبا كان قائدا للولاية الخامسة التاريخية سنة 1958، ثم قائدا للأركان 1960، ووزيرا للدفاع بعد استقلال الجزائر، ثم رئيسا للجزائر من 1956 إلى 1978. أحمد توفيق المدني كان عضوا في جمعية العلماء ووزيرا للشؤون الثقافية في الحكومة المؤقتة. محمد شعباني هو من المساهمين الأوائل في الثورة، وكان مساعدا للعقيد سي الحواس بالولاية السادسة، ثم رئيسا لها بعد استشهاد سي الحواس. قتل في بداية الاستقلال. العقيد أميروش كلف مع سي الحواس بالاتصال بقيادات الثورة في تونس. من يوسف بن خدة هو رئيس الحكومة المؤقتة من 1961 إلى 1962 ومناضل في حزب الشعب. شارل ديغول جنرال ثم مؤسس الجمهورية الخامسة الفرنسية، وبقي فيها من 1959 إلى 1969، قام بعدة مخططات إغرائية وقمعية للقضاء على الثورة الجزائرية، اعترف باستقلال الجزائر 1963. جاك سوستيل وزير المستعمرات ثم الحاكم العام للجزائر،
أسس جهاز المخابرات لمراقبة الحركة الوطنية، وقام بإنشاء الفرق الإدارية الخاصة لاساس، وشارك في إنشاء الجيش السري الفرنسي، أرسى سياسة القمع الفرنسية ضد الثورة. لويس جوخ هو دبلوماسي فرنسي كان ممثلا للحكومة الفرنسية في مفاوضات إيفيون. أندري موريس وزير الدفاع الفرنسي حاول عزل الثورة بإقامة أسلاك شائكة مكهربة على الحدود الغربية والشرقية للجزائر. موريس شال هو جنرال فرنسي كلفه ديغول بقيادة القوات الفرنسية، وقام بوضع الأسلاك الشائكة والمكهربة على الحدود الشرقية. آرثر جيمس بلفور سياسي بريطاني تولى رئاسة الوزراء 1902 ثم وزيرا للخارجية، اشتهر بمنحه وعدا لليهود بإنشاء وطن قومي لهم بفلسطين 1917. تيودور هرتزل هو صحفي يهودي نمساوي ومن أهم الداعمين إلى تأسيس وطن قومي لليهود بفلسطين. ياسر عرفات سياسي ومناضل فلسطيني ترأس منظمة التحرير الفلسطينية، توفي في 11 من نوفمبر 2004. محمود عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية منذ 2005 إلى يومنا هذا. حاييم ويزمان أول رئيس لإسرائيل، وكان له دور مهم في استصدار وعد بلفور 1917. بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اليهود منذ 2009 إلى يومنا هذا، ورئيس لحزب الليكود اليميني المتطرف. جورج بوش هو سياسي أمريكي والرئيس 43 للولايات المتحدة الأمريكية، في عهده تم احتلال العراق عام 2003.